انتهت محافظة الغربية من تطوير كورنيش طنطا، أحد أهم المحاور المرورية التي تم تطويرها في السنوات العشر الأخيرة. وتم الانتهاء من تطوير كورنيش طنطا بنسبة 100%، وذلك على 6 مراحل، بداية من مجمع كليات جامعة طنطا، وانتهاء بكوبري فاروق المدخل الجنوبي إلى مدينة شيخ العرب، وذلك بطول نحو 6 كيلومترات. المشروع ده من اكبر المشروعات. خليني اقول لحضرتك، حكايه المشروع زي حكايه الوطن بالكامل، كان بيضرب المكان ده بطول 8 كيلو، الاهمال والتراكمات التاريخيه والمخلفات والعشوائيه وكل حاجه زي ما كحال معظم الربوع الوطن، الى انه الخطه الطموحه اللي فخامه الرئيس حطها وانتهجت محافظه الغربيه بقياده الدكتور طارق رحمي، ان احنا عملنا استراتيجيه لفتح المحاور الرئيسيه في المدينه، وده كان اكبر محور. هي منطقة الاستاد شهدت تطور عظيم جدا من أول أحافة لحد آخر 306، وده شيء كويس جدا. يعني طنطا بالنسبة للمدن هي تعتبر من يعني ثالث مدينة على مستوى مصر، اسكندرية القاهرة طبعا، وطنطا من المدن الأساسية كتجارية جدا. أما بالنسبة للكورنيش، بالنسبة للعصر اللي احنا حضرناه كلته من أول 2010 من بعد الثورة عامة بالتحديد لغاية وقتنا هذا في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ده أفضل عصر عاصرناه حاليا احنا كشباب. كان عبارة عن مشروع ترعة وبعدين حواليها كل الأراضي الزراعية، وما كانش فيه لسه تنمية بالنسبة للكورنيش ولا للكلام ده كله. فما بدأ الكورنيش فيه عمليات التوسعة والإصلاحات اللي موجودة، كان ده عبارة عن ممشى لنا للفلاحين وللناس أهل البلد بالنسبة لقضية المصالح والكلام ده كله. وما فيش وجه مقارنة نهائي عشان أحكي ما قبل واللي احنا فيه دلوقتي. طبعا بنشكر في عهد الرئيس السيسي التطور اللي احنا فيه ده.